من بعد هذا الريبورتاج صار فينا نخبر المشاهدين انه في مفاجأة محضرينا اليوم لنا رامي ومايا. رامي فيك تخبرنا شوي اكثر عن هالمفاجأة؟ في مفاجأة انا فخور فيها كثير، ما انه مايا صديقتي وانا كثير بحبها، وشي از ذا ليدي تو بي بحياتنا الحالية، كلنا بنحبها، فاخترت مايا انه تكون لا ما تقول بخصوص اجارات البيوت كنا عم نحكي. في كثير من المشاهدين ناطرين المفاجاه مايا، ما نخبر مين شو قلت. اذا الشمس الصبح بتشرق، بس تشرق الشمس بتصيروا تتذكروا بس تشرق الشمس مايا ورامي. اوكي، ديو انا ومايا اسمه شمس بتشرق. كيف وصلتوا لفكره هيدا الديو؟ وصلنا ما يعني باسرع ما بتتخيلوا. مزبوط مزبوط، مثل ما عم بتقول هيك يمكن صار بسرعه وحلو وبجود مود وبوزيتيف انرجي، وهيدا هو الشيء اللي انا حبيته. بقول لك شيء حلو، اول ما قالوا لي مايا رح تشارك بالحلقه فيكم تغنوا لنا شيء؟ قلت لهم ايه، بس انا بدي اغني انا ومايا غنية جديده. فكانت بالنسبه لهم مفاجاه كثير كبيره، ومايا بما انه شقفة من قلبي وانا كثير بحبها دغري فتنا على الاستوديو وحطينا هالاغنيه من كلمات والحان الاستاذ سليم عساف وتوزيع داني حلو. بوجه لهم تحيه من كل قلبي لانه تعبوا معي كل يوم للساعه 6 الصبح، كل يوم كل يوم كل يوم. انا كمان بقول طبعا تحياتنا لهم، بشكرهم من كل قلبي، دائما بتحملوني، والغنيه طلعت روعه هلا بتسمعوها. لانه الغنيه بالنسبه لي رائعه وكثير توشانت، هيك بتدقرك بمحل لانه حلوه فريش. بنفس الثانيه عم بيطلع قدامي صورتي حد رامي، طولي حد رامي بسم الله بلا كعب طبعا. روحنا ضحكنا نحن يعني هيك فريش وقريبين للناس. حسيت انه هالديو رح ينجح اكيد. يعني انا بقول انه يمكن هيدا مفاجأة الصيف هالقد. اصلا نحن مايا دائما نوثق بكلمات والحان والموسيقى يلي بيختارها رامي والاغنيات يلي بيختارها، واختار الانسب يمكن بهيدا الشيء من طبعا. بعد كل هالاغنيات الحلوه اللي بنسمعها دائما منك، اخترت الشمس بتشرق دغري من هون، اخترت مايا واخترت اغنيه كثير حلوه، صار فينا نسمعها منكم. يلا ما دام الشمس بتشرق من مايا ورامي. انسى الدنيا عيشي إلي مثل الورود الدللي، بالكون غيرك ما إلي بحبك أنا. انت حبيبي اللي معه بيوجعني اللي بيوجعه، يا طيور يا ناس اسمعوا حبك أنا. مدام الشمس بتشرق انت ومعي ما بتفرق، كل العذاب بيمرق المهم احنا سوا. أنا وياك وعيش العمر حدك، لحظة ما ابقى بلاكي ولا انحرم منك. وأكبر أنا وياك عيش العمر حدك، لحظة ما ابقى بلاك ولا انحرم. مع عيوني غفيت وشوف حالي فيك. وأيام أنا وياك
guys. Bye.